نرحب معنا في الأستوديو الآن مباشرة بالدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية. أهلا وسهلا بك معنا في الأستوديو الخاص بالقمة العالمية للحكومات. كنت حضرتك عم تتابع أحد الجلسات اليوم، كيف تصف هذا التجمع سنويا ونسخة هذا العام تحديدا من حيث الحضور والمواضيع المطروحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا ريا وشكرا للاستضافة. قبل أن أبدأ ممكن نعطيك نبذة بس سريعة عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية. هو طبعا هو صندوق أنشئ قبل 50 عام تقريبا، وأحد الدول المؤسسة للصندوق هي دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ذلك الحين يعني الصندوق استمر في عطائه للدول النامية، هو طبعا موجه لمساعدة الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا في أفريقيا. طبعا القمة العالمية للحكومات هي منتدى سنوي عالمي يجتمع فيه طبعا القادة وصناع القرار والخبراء ورؤساء المؤسسات الدولية وحتى رؤساء الشركات الخاصة، لأنه منتدى مفيد لتبادل وجهات النظر وتبادل المعلومات وكذلك الوصول إلى بعض الحلول للمشاكل العالقة في سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها. لكنه هو منتدى مهم ويجتمع فيه من كل مكان في العالم من صناع القرار، فلذلك المنتدى ترتيبه والتجهيز له والإعداد طبعا يأخذ جهود كبيرة، لكنه أنا أعتقد المخرجات المنتدى من الأهمية بمكان إنها تكون كذلك لأنها عالية الجودة وتستاهل رؤوس الأموال التي صرفت عليها. نعم. في ظل الأزمات التي نعيشها اليوم وفي ظل البحث عن حلول للتنمية وللاستدامة ولتطوير المجتمعات، برأيك ما هي أبرز المشاكل أو المشكلة المعضلة الأساس التي تواجه اقتصادات العالم اليوم، والبحث عن حل لها هو الحاجة الأكثر إلحاحا؟ طبعا هو فيه مشاكل كثيرة ملحة، لكنه فيه مشاكل قصيرة ولا متوسطة الأجل، وهناك مشاكل طويلة الأجل. أنا أعتقد المشاكل المتوسطة والقصيرة تتمثل في قد يكون مشكلة تفاقم الديون وارتفاع أسعار الفوائد، هذا تمثل مشكلة كبيرة للدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا. وكما ذكرت احنا الآن خرجنا من منتدى كنا نبحث فيه موضوع التكلفة على الدول النامية، وليس التكلفة فقط على الحكومات لكن على القطاع الخاص. يعني لو رجعت إلى تكلفة رأس المال على القطاع الخاص في الدول الأقل نمو تجدينها تقريبا 3 أضعاف التكلفة في الدول المتقدمة، ولذلك يعني نمو القطاع الخاص في هذه الدول بطيء جدا لعدة أمور من ضمنها التكلفة. طب سريعا إذا بدنا نقول الحكومات الأكثر مرونة برأيك، هل هي الأنجح في البحث عن حلول وفي يعني في مجارات كل ما هو يجري سريعا في مسارعات الحكومية؟ بالضبط، الحكومات اللي المرنة التي تبحث عن حلول سريعة وتبحث عن طرق تمويل مختلفة هي الحكومات اللي تنجح وهي الاقتصادات اللي تتحرك الآن. لكن في المقابل هناك اقتصادات راكدة وتتأثر سلبا بشكل كبير على المستوى العالمي. هذا فيما يتعلق بالمشاكل المتوسطة وقصيرة الأجل، من ضمنها كذلك التضخم. التضخم مشكلة عالمية و يعني الأشياء التي تولدت عن التضخم في العالم في الاقتصادات المتقدمة طبعا أثرت على الدول النامية بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بالانترست ريت والأسعار الفائدة على الدولار
هذا تتأثر منه الدول النامية بشكل كبير. على المدى الأطول طبعا مشكلة التغير المناخي هي أحد أهم المشاكل، وإيجاد حلول للانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل لا يؤثر على اقتصادات الدول ولا يجعلها متخلفة عن باقي العالم. كنت بحب أستفيد أكثر من وجودك معنا، لكن نظرا لضيق الوقت والارتباطات شكرا لوجودك دكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.